أعزائي مشتركي قناة برلين بعيون عربية، اليوم عندنا برنامج سهل وبسيط الكل يعرفه، بس حبينا ننزله، اللي هو تسجيل شاشة الآيفون صوت وصورة. أول شيء عندك هذا البرنامج، هي خاصية موجودة هنا، اللي هي هذه عند دائرة داخل دائرة، تضغط عليها ضغطة قوية راح يطلع لك صور أو ماسنجر. بدأ بس على الماسنجر، لا تستعمل هذا، تستعمل هذا الشيء. بدأ التسجيل، عندك المايكروفون تقدر تطفيه وتقدر تشغله، فأنت تخلي قيد التشغيل وتسجيل الشاشة راح يشتغل. أوكي، بدأ التسجيل، هذا تسجيل راح ينطيك هنا كم ثانية راح يبدي التسجيل. راح نروح هنا على مثلا على هنا على أي شيء هنا، مثلا أي فيديو هنا هسه نريد يشتغل، هاي دعاية مثلا هاي دعاية مثلا، غير شيء، هذا مقص، هذا مقص همينة لا تنسون، أو هذا هنا أو هذا. طبعا الصوت ناقص يصير، بس من تشغله يصير عالي. هسه راح نطفي، إيقاف، دوس هنا فوق إيقاف. هسه راح نرجع هنا على الصور. هسه راح نشوف بالصور، الصور اللي هي راح يطلع لنا آخر واحد. اسمع، مثلا على هنا على أي شيء هنا مثلا، فشغلة كلش بسيطة والكل ممكن يستفاد منها، وإن شاء الله تستفادون منها. وعندنا برنامج المشي، إن شاء الله راح ننزل لكم إياه، برنامج المشي. بعد عندنا برنامج فقدان الوزن، وإن شاء الله تستفادون. لا تنسونا بالدعاء. مع السلامة.